لا رح نكون مع الأخبار السريعة بتسعين ثانية مع معاذ خلو. قبل ساعة من انطلاق الموسم الكروي السعودي أصدر اتحاد الكرة التنظيمات الخاصة بالمسابقات خلال الفترة القادمة، واشتملت التنظيمات على 7 مواد ملزمة وهي نطاق التطبيق، الامتثال للبروتوكولات الطبية، الاختبار، التأهيل والأحكام الخاصة بالمشاركين في الدوريات المحترفة. كشف فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي عن استمرار قائمة الحكام الدولية التي اعتمدت العام الماضي لمواصلة الشارة الدولية عام 2021 بعد قرار تقليص استقطاب الحكام الأجانب إلى 7 طواقم لكل فريق. أوقفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الخميس ماهر عثمان لاعب نادي الباطن لمدة 4 أعوام بعد تناوله لمادة محظورة رياضياً. أعلن رزفان لوشيسكو مدرب الهلال عن بقاء هتان بهبري في صفوف الفرقة بعد كثرة الحديث عن إمكانية انتقاله في فترة الانتقالات الحالية. نجحت إدارة النصر السعودي في الإبقاء على خدمات البرتغالي روي فيتوريا كمدرب للفريق بعد التوقيع معه لموسمين، حيث سيحصل على 6 ملايين يورو في الموسم الواحد. نبقى في النصر أيضا، حيث ما زالت الإدارة برئاسة صفوان سويكت تبحث عن طريقة للتخلص من البرازيلي بيتروس ماتيوس الذي اشترط حصوله على مبلغ 6 ملايين دولار لتوقيع المخالصة المالية مع النادي، فيما أعلن الجهاز الفني عن إصابة سلطان الغنام بتمزق في العضلة الضامة، فيما يعاني أيضا عبد الفتاح عسير من إصابة في عضلة الساق الخلفية. كشفت جولف السعودية عن نظام اللاعب المستحدث الذي سيتم تطبيقه في الدورة الأولى من بطولة السعودية النسائية الدولية، حيث ستقوم 36 قائدة فريق باختيار أعضاء فريقها بطريقة مشابهة لدور كرة القدم الأمريكية والتنافس على حصة من جوائز البطولة البالغة 500 ألف دولار.